انكم جمعتوا سفر وفلوس. بقول لكم قصه. ايه حسنك الله. سافرت لتايلاند. تايلاند. تايلاند. ايه انا والعيال. سلام. المهم ما لكم بالطويله. ندور طبيعه وخضار ومطر ونايس. صح. المهم يوم ذاك التدري خلنا نمر السوق ونروح للسوق. ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. ليش كل ما يقول قصه يصير شيء؟ ها؟ جماعة أنا بس والله مطر قوي يا جماعة. كل ما يقول قصة كل ما يقول خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. صار شوي حد نجيب لكم. لا 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 معلم معلم المطر زين المطر زين المطر زين. لا بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان إذا بدأ الترش يطلع. يلا سام اسلم كمل. شوف على طبق السن يعني المطر يكشف عن يكشف عن راسه. كمل يلا صلى الله عليه. بس انه يعني انا يخون بعض المرات تعبير تعبير. خلينا نرجع حق تايلاند. نرجع حق تايلاند نخلي السيره لها لها السيره. مالكم بالطويله اسلم مالكم بالطويله. المهم وابدا ادور بالاسواق ابي اشياء اغراض وما ادري. المهم اروح لما حال يجي يقول بكم التيشيرت ذا. كلنا عندنا مكاسر حلو فاجي يقول هاو ماتش. يجي يقول مثلا بالمبلغ الفلاني. اجي اقول له ديسكاونت ديسكاونت تبدا لغه الاشاره. ايه هم ينزل شوي هم يقول له ديسكاونت. هم يجي يقول لي اخو العيال افا ثانك يو هج. اروح المحل الثاني اشري ما لهم علاقه ببعض هذا كلهم لا كسرتهم كسرتهم. قال لي وامشي يا ليل. المهم يوم جاء اخر يوم ما شريت شيء انا رايح بشنطتي فاضيه ابي عشان اعبيه من هناك. يوم جاء اخر يوم قلت لازم اخذ الاهلي اغراض واروح وابدون كل يقولوا ها وارجع لاهلي وما شرتهم شيء. وارجع قلت انه ترى السالفه ذا كل ما رحت لهم واحد قال له ذا قلت ولدكم اهم مني يا شيخ. صح والله صح صح. واروح لهم واحد من العيال قال الحركه هذه معناتها انك ذبحتنا بالسعر. يعني كسرت لين اخر رمى وانا حسبه بيذبح. وانا اقول